تنازل أمير الهند عن أراضيه للإنجليز. وفي هذه السنة تنازل الأمير ميسور في الهند عن نصف أراضيه للمملكة الإنجليزية، وكان ذلك ضمن خطة بريطانيا العظمى للسيطرة على الهند، والتي بدأت بإنشاء شركة الهند الشرقية والعمل بلا كلل لطرد البرتغاليين وإخضاع الأمراء المسلمين والمهراجات الهندوس عبر وسائل متعددة، أبرزها ضربهم ببعضهم بعضا على الطريقة البريطانية المعروفة فرق تسد. ولم يتوانى البريطانيون عن التدخل في الإمارات والممالك بحجة الحماية، وأحياناً عبر استعمال القوة السافرة من خلال هذه السلسلة المتشابكة من السياسات، تمكن الإنجليز في النهاية من السيطرة التامة على الهند التي صارت تعتبر درة تاج الإمبراطورية البريطانية.